بكم، مرحبا بكم معايا في القناة ديالي عالم كريمة كريمة وورد. اليوم إن شاء الله جيتكم بوصفة جديدة من المطبخ التركي، طبق الباذنجان أو طبق الطنجال على الطريقة التركية. كيجي رائع ولذيذ بزاف، صدقوني أي واحد غادي يذوقو إلا وعجبو. دونك أساس هذا الطبق هو الباذنجان كي قلت لكم أو الطنجال. كي كتشوفوا هنا عندي الطنجال كبير ماشي الصغير، وهذه الوصفه كيخصها الطنجال الكبير. دونك عندي طنجاله كبيره، نقيت لها لابون تاعها من تما، قسمتها على جوج كي كتشوفوا، مقسومه على جوج، وكتقبطوا كتفلحوها من الداخل على هذا الشكل كي شفتوني درت ليه. انا هنا بالنسبه لعدد الافراد اللي عندي احتاجيت 3 تاع طنجالات كبار. غادي نعمرهم بهذا الطنجال بالكفته، وغادي نحتاج معاه شويه تاع لاصوص طوماط والبصله مشلضه والفلفله حمراء والفلفله خضراء. بالنسبه للتوابل غادي نستعمل شويه تاع قمل يابسه، شويه الفلفله حمراء، وشويه الملح والبزار، ودوك الفلفله حمراء حبيبات حبيبات نتاع الفلفل الاحمر يابس، وهذا مركز نتاع الفلفل الاحمر. انا هنا درت جوج معلقات كبار، وبطبيعه الحال غنديروا شويه نتاع المعدنوس. اول حاجه بالنسبه للتنجال غادي ندوز مباشره نقليه في المقله، لانه ضروري خصو يتقلى عاد من بعد نعمروه. بالنسبه اللي ما كيبغيش اللي ما يبغيش يقليه، ماشي مشكل، دهنوه بشويه نتاع الزيت ودخلوه للفرن يتشوى في الفران. ماشي تشوى، هي غادي يطيب في الفران، عاد من بعد ندوزو للمرحله نتاع التعمار نتاعو. دونك انا بالنسبه ليا هنا درت المقله كيتحمر فيها تيتقلى فيها عفوا الدنجال، وخديت مقله اخرى حتى هي على الجانب باش نربح الوقت. بطبيعه الحال درت فيها شويه نتاع البصله، ودرت فيها الفلفله الحمراء والفلفله الخضراء مقطعين كي كتشوفوا. غادي نشحرهم جيدا ونتلاقاو ان شاء الله. صافي، من بعد ما شفت باللي البصله والفلفله بداو كيتهدوا شويه كي تشوفوا دابا، بديت غادي نضيف لهم الكفته. وواحد الملاحظه، ملي كتكوني كتخدمي البصله والفلفله ضروري تبدي تردي بالك مع الدنجال، باش ملي كتشوفيه طاب من ديك الجهه كتعاودي تقلبي على الجهه الاخرى حتى تكملي الكميه اللي عندك. هنا صافي بديت ندخل هذيك الفليفله مع البصيله في الكفته اللي عندي، وغادي نحاول نفرت ديك الكفته نتاعي حتى تكمل. صافي البنات، من بعد ما كتولي هذيك الكفته كيتبدل لها اللون تاعها وكيدخلها الطياب، غادي نضيف مباشره التوابل اللي عندنا اللي قلتها لكم في الاول، وغادي نحاول نشربهم لهاد الكفته والفلفله والبصله. كذلك غادي نضيف جوج معلقات حتى ثلاثه معلقات نتاع مركز الفلافل. هذا النوع اللي استعملت انا فيه ديجا الباذنجان او الطنجال، كيكون ديجا مصاوب مع الطنجال. غادي نخلي لكم الصوره هنا نتاع النوع نتاع اللي استعملت انا. استعملت هذا النوع بما انني انا غادي نخدم بالطنجال، دونك اختاريت ندير هذا النوع اللي كيكون فيه الفلفله الحمراء مع الدنجال. صافي هنا غادي نضيف هاد العناصر ونحاول نمزجهم لهذا الكفته اللي عندي ونشربهم لها جيدا حتى نشوفهم فعلا ما بقاش تيبان نهائيا، والكفته شربت هذاك المذاق. عاد من بعد غنزيد الطماطم المعلبه او لا طماطم بيوري. صافي من بعد ما وجدت لي لاصوص نتاع الكفته نتاع الكفته ولاصوص طوماط وتقلى لي الدنجال، دابا غادي نحيد داك القلب نتاع الدنجال. غادي نحيدو غير بشويه بلا فورشيت، هي داك القلب ما تكرطوهاش كلها، غير الفوق، غير من الفوق غادي تكرطو، وتهزوها تزيدوها على داك الخليط نتاع الكفته والفلفله ولاصوص طوماط، وغادي تحاولوا تمزجوها معها جيدا. انا غادي نستمر في العمليه ونخليكم مع الصور.
صافي من بعد ما تمزج ليا مزيان هذاك الدنجال مع ديك الحشوه، صافي غادي نبدا نعمر به الدنجال اللي عندي. صافي من بعد ما عمرت هذاك الدنجال اللي عندي، دابا غندوز مباشره ندير صلصه نتاع الطماطم. غادي نديرها مع شويه نتاع الماء، ما غاديش ندير الزيت نهائيا. انا استعملت هاد لا بيغي طوماط، اللي ما عندوش ديروا معلقه كبيره وحده نتاع الطوماط كونسونطري اولا المعلبه، ديك مطيشات الحك ديروا معلقه كبيره وديروها مع شويه الماء، رخفوها بشويه الماء، زيدوا عليها شويه نتاع الثومه بودره الثوم وصافي. غادي نخويها عليها من الجوانب، ما تخويهاش من الفوق، حاولوا ما تخوش لاصوص طوماط من الفوق، حاولوا تخوها من الجوانب. انا لاصوص طوماط اللي عندي ديك نتاع البريك زدت عليها مازال الماء وخففتها شويه. كي قلت لكم هذا سميتو ما زدتش الزيت نهائيا، علاش؟ لحقاش الدنجال قليته في الزيت، دونك غادي ضروري يطلق شويه نتاع الزيت باش هكا يكون باش تجي القياس نتاع الزيت في متوازن. صافي غادي ندخلها الفرن مباشره، غادي نخليها واحد المده نتاع 20 دقيقه 200 درجه ونتلاقاو باش تشوفوا معايا الوصفه الثانيه. اذا الوصفه الثانيه هي البرغل. باش غادي نرافق هاد الدنجال غادي نرافقه مع البرغل. عندي هنا البرغل داك الغليظ، ما خديتش الرقيق، خديت الغليظ وغسلته. عندي زلافه غسلتها مزيان من داك، خليته في الماء وصفيته وغسلته من داك النشا اللي فيه. غادي نستعمل كذلك هنا الشعريه متوسطه الحجم وشويه الملحه والزيت، فقط هادشي اللي غادي نستعمل البرغل باش غادي نطيبه. والبرغل شنو هو؟ هو الزرع مهرس، هذا كيكون بحال نقولوا تيشات الزرع. فوالا هاني لقيتها لكم. صافي هنا غادي نقبط واحد الطنجره اللي ما كتلصقش، كنانسيستي على انها ما تكونش كتلصق، يعني اونتي اديزيف. غادي ندير فيها شويه نتاع الزيت، القياس كافي واحد هكا 4 المعالق كبار نتاع الزيت. غادي نخليها تسخن مزيان، عاد نزيد ليها الشعريه الرقيقه. هنا الشعريه الرقيقه عندي واحد جوج معلقات كبار هكا نتاع، ماشي الشعريه الرقيقه عفوا المتوسطه، عندي واحد جوج معلقات كبار حتى ثلاثه. غادي نشحرهم في الزيت اولا نقليهم في هذيك الزويته، تيوليو ليا قهويين داكوغ. عندكم يتحرقوا لكم البنات، ما نقولكمش حرقوهم، ولكن كتحركيهم ها نتوما تتغير اللون تاعها ويدخلها داك الزيت بحال قليتيهم. نتوما شوفوا الطريقه كي تيولي عندي هنا الشعريه. غادي نستمر نحركها مزيان حتى تولي صافي، كنعرف بلي انا اللون توحد وكلهم ولاو في لون واحد، عاد كنضيف مباشره. صافي من بعد ما شتها توحد لها اللون تاعها وتغلق شي شويه، كنضيف البرغل اولا الزرع مهرس داك الغليظ. كنختار القياس الغليظ حيت فيه الرقيق المتوسط والغليظ، انا شخصيا كنفضل هذا الغليظ لحقاش عنده واحد النسمه خاصه. صافي هنا غادي نحاول نمزجو مع ديك الشعريه ومع ديك الزويته مزيان، طي يشرب مزيان. اللي توفر ليه داك البرغل اللي كيكون ديجا فيه الشعريه هكا ديجا محمره وواجده، من الافضل ما توفرش، راه هذه هي الطريقه. واللي ما توفر ليش البرغل تقدروا تعوضوه بالرز، ولكن ديروا الشعريه حتى هي بهذه الطريقه، تقدروا تعوضوه بالرز داك اللي ما كيتلصقش اللي ما كيتعجنش او الرز كلاصي، وغتستعملوا نفس الطريقه اللي درت البرغل هي اللي غديروا في الرز، حتى هو كيجي رائع جدا. مازال ان شاء الله الرحمن الرحيم غنشوف معكم وصفات اخرى التركيه بالرز. صافي غادي نحاول داك البرغل اولا داك الزرع نشرب ليه ديك الزويته مزيان، وغادي نضيف ليه الملح فقط، ما كندير حتى شي توابل اخرى من غير الملح. بالنسبه للقياس نتاع الماء البنات غادي نستعمل جوج قياس ونص الماء تاع ثلاثه، دونك هذا هو القياس بحالو بحال الرز كي تيطيب دائما. صافي هنا غادي نضيف الملحه ونضيف الماء مباشره. من بعد ما كنضيف ليه الماء كنحركو نوبه وحده تحريكه وحده باش يمتزج داك الماء مع العناصر اللي عندي، وغادي نغطيه مده نتاع 20 دقيقه، ما نحلش عليه بتاتا حتى يشرب مزيان، وكنديروا على عافيه متوسطه ماشي مجهده باش ما يتحرقش لكم. وكنأكد عليكم عاوتاني مره اخرى ضروري من انه يكون الطنجره نتاع اللي كيطيب فيها ما كتلصقش. عاد دوزوا معايا تشوفوا كيفاش وجدت هاد الاطباق. صافي من بعد ما مرات ديك المده نتاع 20 دقيقه هي نفس المده اللي كيطيب ليا فيها البرغل اولا الزرع، صافي كيجي الطبق نتاعنا على هذا الشكل. والراه عاد تشوفوا باش غادي نرافقوا، غادي نرافقوا بسلطات اللي هما ني التركيين كيجيو غزالين. اشنو هما هاد السلطات؟ بعدا نوريكم البرغل نتاعي كيفاش جا. كي تنطفي عليه كنغطيه بواحد الطوخشون
باش ما يتعجنش ليه وما يشربش داك البخار. البخار كيشربوا الغطاء، وجا غزال ما شاء الله. كننصحكم بها. شوفوا لها هما كيفاش قدمتهم في هاد لي زاسيت. درت شويه نتاع لاصوص، درت الدنجال والبرغل، درتو على الشيف واحد المول على شكل قليب. بالنسبه للسلطات اللي استعملت هنا، درت سلطه نتاع الخيار المحكوك مع الجبن الابيض او الياغورت طبيعي. درت كذلك شويه نتاع الخس ومطيشه وشويه نتاع الخيزو هكا محكوك على شكل جوليان، وصافي. وقدمت لاصوص في واحد السوسيغ صغيره، جا المنظر نتاعهم هكا كيشهي وكيشهي، وزعما لذيذ. الاطفال الا حطيتو لهم تيقوا بيا كيجي لذيذ وبنين. هذا حتى هو حتى الا جاوك شي ضياف تبدلوا شويه الشكل، وتبدلوا ميم الطريقه باش نقدموا الاطباق نتاعنا، نبدلوهم شويه. المهم هذه فكره كي قلت لكم نتاع طريقه نتاع الدنجال على الطريقه التركيه. نتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وان شاء الله تنتم تبقاو في ديركم علاش لا. وكنشكر كل من انضم الى القناه نتاعي مؤخرا، وكنقول لكم مرحبا بكم في قناتي عالم كريمه كريمه وورد. وكنقول لكم ضرب لكم موعد لاحق ان شاء الله مع شهيوه اخرى وفكره اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.